كاس لحبيب بورقيبه تقريبا اقصى دور كان وصل المستقبل الرياضي بسليمان هو دور الثمن النهائي، لكن في هذه الاونه يعطي الحكم عامر شوشان انطلاقه مباراه المركب النيفر بين الملعب التونسي وضيف المستقبل الرياضي بسليمان. ترجع الكره من حسام بنينه، حسام بنينه يحط الكره في التماس. قلت مباراه نذكر بمباراه الامس ومباراة نهار الجمعة اتحاد برج العامري كان خرج مسابقة الكأس ضد القلعة الرياضية بفضل ضربات الجزاء بفضل حصص الإضافية هدف مقابل صفر. البارح هلال الشبة تفوق على اتحاد بن قردان بركلة ترجيح 5-4. شبيبة القيروان تنهزم ضد النادي الإفريقي في ملعب حمد العواني منزل تميم، ينهزم ضد سبورتينغ بن عروس هدفين مقابل هدف. معالي سجنين تتعدى يعني يتعدى وداد الحامة على معالي سجنين بضربة الجزاء، هذه أول محاولة للمستقبل الرياضي بسليمان. قلت تتعدى وداد الحامة 7-6 على معالي سجنين. وجمعية أريانا تنهزم ضد اتحاد تتاوين 4-2. الفائز نعرف رفقي في مباراة اليوم سيواجه الفائز من مباراة اتحاد بوسالم والقوة في الرياضية بقفصة. والفرق المتأهلة سامي نضيفوا لهم جمعية جربة اللي ضمن التأهل منذ قليل بعد الانتصار 3-2 أمام النادي الرياضي اللي حمام العنف، ودفعة أخرى اليوم من مقابلات الكياس كوكب عقير مستقبل المرسى نادي بنزرت جرومبيل الرياضية اتحاد بوسالم قوافل قفصة نجم المتلوي مستقبل نادي الليل مستقبل الرجيش النادي الرياضي الصفاقسي زيتونة الشماخ الاتحاد الرياضي المنستيري. ومسك الختام سيكون يوم 11 مارس بزوز مواجهات في السبيخة، مستقبل السبيخة يستضيف الترجي الرياضي وفي قربة النادي القربي يستضيف النجم الرياضي الساحلي. نعود إلى مباراة ملعب باردو، مباراة الملعب التونسي ومستقبل سليمان. الدقائق الأولى تقريبا الدقيقة الثانية منذ بداية المباراة وضربة مخالفة لفريق مستقبل سليمان يمشي لتنفيذها حمزة التيفي، اليوم يلعب في المحور إلى جانب عزيز بوستة في ظل وجود أيمن محمود العائد بعد إصابة موجود على بنك البدلاء ما يبداش به منذ البداية المدرب سامي القفصي. هذه محاولة لفريق مستقبل سليمان السريع على هجمة للملعب التونسي، ويتدخل عامر شوشان لمنح ضربة مخالفة لهيكل الشيخاوي متوسط ميدان الملعب التونسي. الملعب التونسي اللي يحبذ المسابقة المحلية الثانية مسابقة الكاس في رصيده 6 ألقاب في مسابقة الكاس بعد الاستقلال أول لقب في مسابقة الكاس أمام النادي الإفريقي سنة 56 وآخر ألقاب الملعب التونسي ضد نفس المنافس سنة 2003. الكل يتذكر هدف محمد سليتي بقيادة المدرب القدير أحمد المغيربي رمز الملعب التونسي على مر التاريخ. أحمد المغيربي اللي منح الملعب التونسي آخر ألقاب سنة 2003 6 ألقاب بالتمام والكمال للملعب التونسي. هذه كرة العالية الويل على الجهة اليسار في اتجاه عزيز الشتيوي هجمة لمستقبل سليمان. أحمد الفزاني ياخذ مكان محمد عطية كأساسي، هذا اختيار المدرب سامي القفصي في مباراة اليوم. والكرة ستعود برمية التماس لفريق مستقبل سليمان. علاء الويل تلبى الكرة من اتجاه يعلان قبل حسام بنينة في اتجاه كلا الشيخاوي. حسام بن عياد لاعب الارتكاز ياخذ كورته على استلام من علاء الويل والضغط من ديسن بن نصر في وسط الميدان، ويتدخل عامر شوشان لمنح ضربة المخالفة لحمزة التيفي لدفاع المستقبل. التيفي تمريرة لخميس المعواني سبق له تقمص زي الملعب التونسي كيف وكيف سيف الدين المحواشي حارس المرمى. مخالفة أخرى لفريق المستقبل في التوقيت 5 دقائق لعب منذ بداية المواجهة، المواجهة الأولى في مسابقة الكاس. سامي دائما التعادل دون اهداف بين المستقبل والملعب. بالفعل رفقي وكانت لهم ايضا مواجهه اولى في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، انتصار الذهاب في الجوله 9 للمستقبل الرياضي بسليمان بهدفين مقابل صفر. مباراه اليوم هي مباراه الثأر الكروي بالنسبه للملعب التونسي. ترجع الكره من اليمي سكيرو تمشي من جديد الكره دائما للملعب التونسي في يد الحارس علي الجمل.
علي الجمل الحارس السابق للترجي واليوم بألوان الملعب التونسي. يرجع علي معتوق، علي معتوق يلعب الكرة، ديسم بن نصر تقص الكرة طويلة في اتجاه رشاد العرفاوي، يرجع الكرة بالعكرمي، لعب بسرعة من جانب الملعب التونسي، يضغط يضغط السفيقسي، يضغط السفيقسي يربح أمتار أكثر لآلي ميسي كيرو الحارس سيف الدين المحوشي. سيف الدين المحوشي ماهوش غريب على مركب الهادي نايفر، ابن مدرسة الملعب التونسي سيف الدين المحوشي أمامكم قائد الفريق المستقبل الرياضي بسليمان. يرفع الكرة طويلة في اتجاه تيجاني أنان، يعاود يبني الملعب التونسي. أيمن السفيقسي، أيمن السفيقسي في اتجاه هيكل الشيخاوي، هيكل الشيخاوي يلعب الكرة دائما هيكل الشيخاوي في منطقة الجزاء، يرجع حمزة التيفي يبعد لاختار تيجاني أنان قبل وليد الحصني، ترجع من جديد دائما الكرة لفايت المستقبل الرياضي بسليمان طويلة ويتدخل علي جمل، يتدخل علي جمل قدام رشاد العرفاوي، تدخل إن شاء الله سلامات سيدام بين علي الجمل ورشاد العرفاوي، إن شاء الله سلامات في هذه بعد التدخل الأخير والمحاولة الأخيرة للمستقبل الرياضي بسليمان في 7 دقائق. لعب قلت هذه المواجهة الأولى في الكأس بين الملعب التونسي، هاو الإعادة، الإعادة والتدخل، التدخل مش مقصود من علي الجمل، شوف ياخذ الكرة بالراس قبل رشاد العرفاوي، أمامكم التدخل بلمسش الكرة باليد علي الجمل لكن دخل بالراس بأنه خارج مناطق 16 متر، تدخل ممتاز من الحارس وإن شاء الله السلامات علي الجمل وكذلك رشاد العرفاوي من جانب المستقبل الرياضي بسليمان. زوز ملاعبية عطاو الإضافة، رشاد العرفاوي مع المستقبل الرياضي بسليمان ابن مدرسة النادي الإفريقي، وعلي جمل كذلك ممكن تغيير، ممكن يكون تغيير هذا الحارس الثاني حمزة المهدي بن مراد، مهدي بن مراد قد يكون قد يعوض الحارس علي جمل إن شاء الله السلامات على كل. يرجع علي الجمل صورة، وهذا جانب من جماهير الملعب التونسي تؤازر بقوة دائما هنا في مركب النايفر. يرجع سلامات علي الجمل أمامكم على الصورة، وكذلك في انتظار عودة رشيد العرفاوي من جانب المستقبل هذه بسليمان، إن شاء الله سلامات لرشيد العرفاوي. قلت مباراة تجمع زوز فرق رفقي من الرابطة المحترفة الأولى، إلى حد الآن ما فماش مفاجآت، كنا نعرضوا في النتائج تاع مباريات نهار الجمعة والسبت الدفعتين اللي سبقوا، ما فماش حتى مفاجأة إلى حد الآن. في انتظار عودة لاعب هو أمامكم على الصورة رشيد العرفاوي من مفاتيح اللعب نتاع المستقبل الرياضي بسليمان. رفقي ان شاء الله سلامات لعلي الجمل، ايضا رشيد العرفاوي اصبح المهاجم الاول بعد خروج محمد علي بن حموده، وتجربه مع الترجي الرياضي مسؤوليه كبيره لرشيد العرفاوي، لاعب مهم جدا في التشكيل الاساسي لسامي القفصي لفريق مستقبل سليمان. رميه التماس العوده لاستئناف اللاعب احمد الفزاني، يملك فنيات كبيرة، يربح التماس دائما لفريق مستقبل سليمان. قلنا الفزان اليوم يدخل التشكيلة الأساسية على حساب الجزائري محمد عطية. التماس لفريق المستقبل، ياخذ الكرة تيجاني أنان، العودة لبسام التريكي، يربح مرة أخرى التماس. تختلف هذه المواجهة على مواجهة مباراة الذهاب ضمن بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وهذا جانب من جماهير المستقبل الرياضي بسليمان في المدرجات الفرعية لملعب باردو، موجودين للمناصرة، مناصرة فريق مستقبل سليمان اللي يعمل في موسم متميز، وهذه تسديدة ضعيفة ياخذها دون صعوبة علي الجمل، مرتبة ثامنة برصيد 20 نقطة، أول موسم لفريق مستقبل سليمان في الرابطة الأولى. هذه هجمة للملعب التونسي، هيكل الشيخاوي أيمن السفيقسي ما ياخوهاش، مقطوعة من باسم التريكي الخميس المعواني، هجمة سليمانية اتجاني أنان البنيني إلى أحمد الفزاني، ومقطوعة من ديسن بن نصر أيضا
موسم جيد جدا للملعب التونسي، يعني موجود في المرتبة الرابعة مع النادي الافريقي برصيد 27 نقطة. موسم مقنع إلى حد الآن لأبناء باردو للملعب التونسي، الملعب التونسي من أجل تحقيق نتائج إيجابية في البطولة، أيضا عينه على المسابقة الثانية مسابقة الكاس، يريد المراهنة الوصول لأدوار متقدمة على شنين المراهنة على لقب. لقب حصدوا في 6 مناسبات. هذه كرة وهجمة من الجهة اليسار، هيكل الشيخاوي أيمن أسفيقسي داخل منطقة الجزاء، سيكيرو تصويبة، المحاولة الأولى للملعب التونسي، الفرصة الأولى للبقلاوة، أول كرة وأول محاولة البداية من هيكل الشيخاوي، ثم سيكيرو في التمهيد والتصويبة جانبت مرمى سيف المحويشي، تصويبة للملعب التونسي وأول فرصة تنسب النصر على ما يبدو، صوب والكرة خارج أرضية الميدان، ضربة المرمى لفريق مستقبل سليمان، كرة في وسط الميدان، تيسن بن نصر لعلي معتوق، استلام الكرة من عصام بن خميس ولكن مقطوع الهجمة السريعة، رشيد العرفاوي إلى خميس المعواني، ردة الفعل والمحاولة من جانب فريق مستقبل سليمان، الفزاني بين اثنين ومقطوعة من سيف الدين بن عكرمي في 12 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، دائما التعادل دون أهداف. ملاعبي من سليمان ملقى على أرضية الميدان رشيد العرفاوي، وآخر من الملعب التونسي إن شاء الله سلامات بلال آيت مالك صاحب الفرصة الأخيرة، مش دايسن بن نصر اللي صوب المحاولة الأولى، بلال آيت مالك ملقى على أرضية الميدان، وأيضا رشيد العرفاوي. إذا كان الملعب التونسي سامي نجح في التتويج بلقب الكاس في 6 مناسبات، فأنه فريق مستقبل سليمان وصل للدور الثمن النهائي في 3 مناسبات، سنة 82 88 و2019 آخر دور كان ضد القوافل الرياضية بقفصة والهزيمة بضربات الجزاء. هذا تاريخيا علاقة المستقبل بمسابقة الكاس، كاس تونس تحت مسمى الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة هذا الموسم. بالفعل رفقي الخبرة في مسابقة الكأس للملعب التونسي على حساب المستقبل الرياضي بسليمان، اللي قلنا أقصى دور كان وصلوا للدور الثمن النهائي على عكس الملعب التونسي، 6 ألقاب بالتمام والكمال في هذه المسابقة، أولها 56 58 60 1962 66 وآخر لقب 2003، يعني 17 سنة بالتمام والكمال غاب كأس تونس على الملعب التونسي. هذا الفريق الكبير فريق الملعب التونسي، ترجع الكرة من سيف المحويشي، الكرة طويلة طويلة، الكرة ترجع من وليد الحسني، وليد الحسني ترجع الكرة من جديد للمستقبل الرياضي بسليمان التيجاني، أنان معاه الحسني، يقول عامر شوشين مخالفة للمستقبل الرياضي بسليمان الحقيقة إلى حد الآن وحد الدقيقة، يعني 16 ما شفناش فرص لا من جانب الملعب التونسي ولا من جانب المستقبل الرياضي بسليمان، ننتظر مزيد يعني من الفرص في هذه المباراة، خاصة أنه القيمة الفنية متاع الملعبية سواء المستقبل الرياضي بسليمان ولا عند الملعب التونسي، موسم استثنائي بكل المقاييس للزوز فرق الملعب التونسي والمستقبل، تتنفذ الكرة تيجيني أنان وحتى صعوبة ما يلقى الحارس علي الجمل ياخذ الكرة بسرعة، علي معتوق الليبي على اليمين، الدولي الليبي علي معتوق يرفع الكرة في اتجاه هيكل الشيخاوي، هيكل الشيخاوي تمشي الكرة للمدافع، المدافع المستقبل الرياضي بسليمان، أمامكم أيمن الصفيقس يقول كرة تخرج 6 أمتار للملعب التونسي، أمامكم أسامة بن عياد، أول التدخل الأخير من تيجيني أنان من جانب المستقبل الرياضي بسليمان، سيف الدين المحويشي يرجع الكرة طويلة في اتجاه خميس المعويني، يطلع معه ديسن بن نصر، توصل الكرة من جديد للملعب التونسي، هو إلى حد الآن
اللي مسيطر، ولو انها السيطرة نسبية الى حد الان امامكم. جلال القادري، جلال القادري تغير حال الملعب التونسي بعد مجيء جلال القادري. وامامكم عليمي سكيرو النيجيري، احد انتدابات الملعب التونسي في الميركاتو الشتوي، تعويض للمهاجم الكونغولي جيم بنزا، كان تحول الى سيركل دو بروج البلجيكي. ترجع من جديد الكره دائما للملعب التونسي، يتحصل على المخالفه بليل ايت مالك. امامكم اول تدخل، تدخل واضح بصراحه على خميس المعويني على ايت مالك رفقي. تقريبا في 16 دقيقة لعب، مازلنا لم نشاهد لا فرصة لا من الملعب التونسي والمستقبل الرياضي بسليمان. والمخالفة يأذن بإعادتها عامر شوشان حكم المباراة، وتغيير بصفة مبكرة من جانب المستقبل الرياضي بسليمان. مروان الظهري ياخذ مكان رشيد العرفاوي الذي تأثر بإصابة إثر اصطدام بعلي الجمل. إن شاء الله سلامات لمهاجم المستقبل الرياضي بسليمان. تغيير اضطراري لسامي القفسي، يدخل مروان الظهري ويغادر رشيد العرفاوي. وتماس للملعب التونسي، كره بسرعه العرضيه داخل منطقه الجزاء. سيكيرو بعيد على مرمى المحواشي، حاول النيجيري عليمي سيكيرو براسيه بعيده على مرمى سيف الدين المحواشي. هذه العرضيه من الجهة اليسرى من عصام بن خميس، والرأسية من النيجيري بعيدة كانت خارج الميدان. هذا النيجيري عليمي معوض جيم بنزا في هذا الميركاتو. غادر أسوار فريق الملعب التونسي نحو التجربة في البطولة البلجيكية، هو البديل عليمي سيكيرو. وجمهور الملعب التونسي يريد من النيجيري تسجيل الأهداف لنسيان ما فعله كيم بنزا طيلة مرحلة الذهاب من البطولة. هجم الملعب التونسي، هيمن الصفيقسي، عودة لسيف الدين بن عكرمي، محور الدفاع وليد الحسني إلى سيكيرو. هجم الملعب التونسي، يربح الشيخاوي الكرة الثانية داخل منطقة الجزاء. الترويض سيكيرو، سيكيرو يتدخل دفاع المستقبل وديسن بن ناصر حاول التصويب. دفاع مستقبل سليمان ثابت فايق حاضر في الكرة الأخيرة. التماس لعلي معتوق الليبي، تمريرة الديسن بن نصر يحافظ على كرته، العودة لحسام بنينة في محور الدفاع، ثم لعلي الجمل كما جيت يرجع الكرة. التماس لفريق مستقبل سليمان في تنفيذها عزيزة الجديوي إلى البينين التيجاني. أنان يستلم الكرة، يعمل مراوغ أولى ثانية ثالثة غير ناجحة، ياخذها معتوق عكس الهجمة. أسامة بن عياد كرة ثانية لصالح الملعب التونسي. حسام بنينة في اتجاه عليمي سيكيرو، وحمزة التيفي ياخذ كورته ويضع الكرة في التماس بسرعة تنفيذ من سيكيرو، والكرة دون عنوان خارج أرضية الميدان. ضربة الخمسة متر وخمسين، ضربة المرمى لفريق مستقبل سليمان. الأفضلية إلى حد الآن للملعب التونسي، الملعب التونسي أكثر وصول المرمى المحوشي لكن دون التسجيل، ومش مقصر أيضا فريق مستقبل سليمان، يعتمد الهجمات السريعة. ممكن استغلال سرعة الشتيوي التيجاني أنان في انتظار الإضافة اللي ممكن يقدمها مروان الظهري بديل رشيد العرفي. هذه كره من احمد الفزاني، الشتيوي يمنح الاسبقيه شوشان، عزيز الشتيوي يدخل داخل منطقه الجزاء ومعه حسام بنينة. ضربه مرمى، ضربه مرمى في توقيت 20 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول. سيمي دائما التعادل دون اهداف بين الملعب التونسي ومستقبل سليمان. هذه الاعاده لكره الشتيوي امام حسام بنينة، اخر من المس الكره كان عزيز الشتيوي، وبالتالي ضربه مرمى باش ينفذها الجمال. اكيد ننتظر الاهداف في هذه المباراه بين المستقبل الرياضي بسليمان ضيف مركب الهادي النايفر والملعب التونسي. ترجع الكره طويله علي معتوق لالي ميسيكيرو، ياخذ الكره قبل ما تخرج من التماس.
والحكم المساعد الأول خليل الحسيني يعتبر أمامكم على الصورة بليل إيت مالك اللي مثل الكرة باليد. هاي الإعادة بليل إيت مالك ترجع الكرة للمستقبل الرياضي بسليمان. طويلة الكرة حمزة التيفي يمن إلى عزيز الشتيوي مع علي معتوق. علي معتوق على اليمين الظهير الأيمن للملعب التونسي والدولي الليبي أيضا أحد انتدابات الملعب التونسي. ترجع الكرة للمستقبل الرياضي بسليمان يتوجه بالتنفيذ التماس على الويل ابن العالية الرياضية كذلك مدرسة الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة. ظهير أيسر يلعب الكرة طويلة في اتجاه أحمد الفزيني في منطقة جزاء الملعب التونسي. عزيز الشتيوي طويلة الكرة طويلة الكرة يمشي بالعكرمي قدامه تماس قول تماس للملعب التونسي لأن الكرة تجاوزت الخط. يعتبر الحكم المساعد الثاني أحمد الذويوي ولفائدة الملعب التونسي سيف الدين بالعكرمي لاعب الخبرة في الملعب التونسي وتجارب مع النادي الإفريقي وكذلك الترجي الرياضي. اليوم بألوان الملعب التونسي خمسة مواسم بالتمام والكمال جاء الملعب التونسي من فريق الترجي الرياضي التونسي. ترجع من جديد الظهري اللي دخل مكان رشيد العرفاوي يحاول التوزيع تضرب الكرة في سيف الدين بالعكرمي تخرج تماس المستقبل الرياضي بسليمان. المحاولات يمين يسار بالنسبة للمستقبل الرياضي بسليمان. بصراحة شوفوا قيمة المهاجمين اليوم في المباراة سواء ملعب التونسي أو المستقبل الرياضي بسليمان. السيناريو ممكن ينبا بالأهداف في قدم اللحظات. ترجع الكرة من جديد تيجاني أنان يرجع الكرة كيف ما جيت من دفاع الملعب التونسي في اتجاه علي مي سكيرو قبله سيف الدين المحويش ياخذ الكرة يرجع من جديد حمزة التيفي طويلة على علي الويل لكن ياخذها عزيز الشتيوي. تخرج تماس دائما المستقبل الرياضي بسليمان. هاي الإعادة اللقطة الفنية من عزيز الشتيوي والتدخل من علي معتوق ركنية للمستقبل الرياضي بسليمان اللي حد الآن ماسك بزمام الأمور على حساب الملعب التونسي. يتوجه علي الويل لتنفيذ الركنية. هو أمامكم تيجاني أنان هو اللي باش ينفذ. عنده أهداف في مرمى الملعب التونسي في ذهاب الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وأيضا هدف في مرمى الجولة الأخيرة. ترجع الكرة طويلة بدون عنوان تخرج تماس طويلة الكرة تنفيذ الركنية من تيجاني أنان. قلت دائما النتيجة ما زالت 0-0 زلنا ننتظر انه اللقاء يرتفع النسق بتاعه. ترجع من جديد أيمن الصفيقسي يدخل من جديد وسامة بن عياد لحمزة الديفي يرجع من جديد الكرة لسيف الدين المحويش كيف ما جيت الضغط قاعد يضغط ملعب التونسي على دفاع المستقبل هذه بسليمان. الويل عليه يرجع الكرة وسامة بن عياد يمشي معاه تيسب بن نصر ياخذ بن عياد يمشي عصام بن خميس لكن مخالفة قبل للمستقبل الرياضي بسليمان رفقي في 24 دقيقة لعب. والمخالفة باش ترجع لأسامة بن عياد لفريق مستقبل سليمان بعد تدخل عصام بن خميس. أيضا هيكل الشيخاوي مع التذكير بتغيير أول قام به سامي القفصي من جانب فريق مستقبل سليمان بدخول مروان الظاهري مكان رشيد العرفاوي. خميس المعواني إلى علاء الويل عزيز الشتيوي إلى عزيز بوستة ثنائي الترجي الرياضي القادم في الميركاتو الصيفي لتعزيز صفوف مستقبل سليمان. علاء الويل استلام الكرة من أحمد الفزاني إلى أسامة بن عياد ويحتسب ضربة المخالفة. حكم المباراة عامر شوشان. هذه الإعادة تدخل ديسن بن نصر على أحمد الفزاني واضحة ضربة المخالفة كان قريب. حكم المباراة عامر شوشان. خميس المعواني إلى التيجاني أنان
علي الويلة ميمو علي معتوقة ليبي يضع الكرة في التماس. علي الويل الخميس المعواني ياخذ كورته التصويبة تضرب في الدفاع وثم الراية. ثم الراية المساعد الثاني أحمد الذوي يرفع الراية قبل ذلك العودة لضربة مخالفة بقرار من حكم المباراة عامر شوشان. هذه الإعادة التسديدة كانت من خميس المعواني تضرب في حكم المباراة وعملية إسقاط. هذه كرة لعزيز أشتيوي، أشتيوي العرضية يتدخل دفاع الملعب التونسي. هجمة سريعة صاحب إمكانيات كبيرة فنان وسط الميدان في تشكيلة الملعب التونسي هيكل الشيخاوي أراد المرور ويتدخل علاء الويل. متوسط الميدان هيكل الشيخاوي خلف المهاجم سيكيرو برسم تكتيكي 4-2-3-1. جليل القادري محافظ عليه في مباراة اليوم. تيسن بن نصر يخذ الكرة العودة لوليد الحسني إلى حارس مرماه علي الجمل تقريبا 26 ثقة لاعب في هذا الشوط الأول. دائما التعادل دون أهداف بين الملعب التونسي ومستقبل سليمان ومخالفة أخرى للليبي علي معتوق. ينبه عامر شوشان على لاعب مستقبل سليمان والمخالفة كانت واضحة واضحة. ممكن كان ينجم يستنجد بالانذار حكم المباراة عامر شوشان. التدخل كان واضح من عزيزة الشتيوي على الليبي علي معتوق وضربة مخالفة لفريق مستقبل سليمان. نذكر أنه مباراة قمة الدورة 16 مسابقة كأس تونس الموسم الحالي، المباراة اللي تجمع زوز فرق من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد مواجهة أولى في نطاق البطولة. الانتصار لمستقبل سليمان ذهابا بثنائية. تتجدد المواجهة بين الفريقين في نطاق آخر هو الكاس، المواجهة الأولى بين الفريقين في مسابقة الكاس. هذا علي معتوق الليبي اللي طالب بالمخالفة منذ لحظات، المخالفة اللي باش ينفذها حمزة لطيفي المتكون في الترجي الرياضي لاعب محور الدفاع. حمزة لطيفي يبحث عن مساندة لتنفيذ ضربة المخالفة يجد الحل عند خميس المعواني. يرجع الضغط من سيكيرو وسيف المحواشي كآخر مدافع يرجع الكرة علي معتوق الليبي من الجهة اليمنى. علي معتوق لم يحسن التعامل مع الكرة الترويض هيكل الشيخاوي والتماس في توقيت 28 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. وانتظر الأهداف سامي. يأتي مباراة القمة بين المستقبل والملعب. أكيد رفقي ترجع الكرة باتجاني أنان، اتجاني أنان طويلة الكرة دون عنوان تخرج 6 أمتار الملعب التونسي. رفقي قلت ننتظر الأهداف، الأهداف كانت حاضرة رفقي في المملكة العربية السعودية مع المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة إلى حد دقيقة 60. المنتخب التونسي متفوق على المنتخب المغربي رفقي بأربع أهداف مقابل صفر. أهداف زيد بالريمة في دقيقة 20، شهاب العبيدي دقيقة 23، فاروق الميموني في دقيقة 56، وزياد بالريمة في دقيقة 60. خبر ممتاز جدا، إن شاء الله خطوة خطوة للمنتخب الوطني التونسي إلى النهائي. ترجع الكرة من جديد للعزيز الشتيوي. عزيز الشتيوي ما يفهمش خميس المعواني، لكن توصل لعلي الجمل يرجع الكرة بسرعة لأليمي سيكيرو. تمشي من جديد دائما الملعب التونسي. أيمن السفيقسي يتوغل من جهة اليسار يرفع الكرة لأيمن السفيقسي والدفاع يرجع للتأمين التغطية الدفاعية. يمشي عزيز الشتيوي لعلي معتوق من اليمين. علي معتوق يرفع الكرة يرجع أحمد الفزاني. تمشي الكرة في اتجاه الظهري وليد الظهري كان دخل مكان رشيد العرفاوي ثقة 16. ترجع من جديد الكرة لتيسن بن نصر الطويلة في اتجاه أيمن السفيقسي. ايش يصوب لكن لا يحضر ما يفهمش الأليمي سكيرو. ترجع الكرة طويلة من خميس المعواني في التأمين الدفاعي. يمشي وليد الحسني أو سيف الدين بالعكرمي
تنفيذ رمية التماس للملعب التونسي. عيسام بن خميس أمامكم على الصورة. سيف الدين بالعكرمي، سيف الدين بالعكرمي، عيسام بن خميس، عيسام بن خميس بلمسة واحدة لديسم بن نصر لهيكل الشيخاوي. هيكل الشيخاوي زوز أهداف، هدف في مرمى نادي حمام الأنف ومرمى النادي الإفريقي. خمسة تمريرات حاسمة لهيكل الشيخاوي مع الملعب التونسي. أحمد الفزاني بسرعة يسرع الكرة التجارية أنان قبل الحارس علي الجمل. علي الجمل يرفع الكرة طويلة في اتجاه أيمن السفيقسي. أيمن السفيقسي يتحرك أكثر. عيسام بن خميس، عيسام بن خميس، ديسم بن نصر، ديسم، ديسم بن مصر يبحث عن الحل يلقاه عند علي معتوق. علي معتوق على اليمين، علي معتوق والتدخل من على الويلي حط الكرة في التماس. معتوق، ديسم بن نصر يبحث حسام بنينة من المدافعين الممتازين في محور دفاع الملعب التونسي. أمامكم وليد الحسني يلعب الكرة من جديد. تجارب في البطولة الإيطالية سيري سي مع فريق فيتشينزا وكذلك تريستينا. اليوم بألوان الملعب التونسي. علي جمال يعتذر. تمس وكانت له تجربة قصيرة مع النجم رضا الساحلي. أكيد رفقي، إن شاء الله علي جمال أمامكم من الحراس الممتازين بصراحة، أعطاوا الإضافة رفقي في الملعب التونسي هذا الموسم. ترجع الكرة تيجاني أنان، تيجاني أنان يرجع الكرة. خميس المعويني، أسامة بن عياد يلعب الكرة لظاري، الظاري تمشي لأحمد الفزاني، أحمد الفزاني حضر للظاري والتسلل، التسلل راية تتسلم من المساعد الثاني أحمد الذويوي. قلت رفقي في 32 دقيقة لاعب، ما زلنا ننتظر أهداف اللي غايبة إلى حد الآن في مركب النايفر. ولا أهداف غايبة، المحاولات موجودة سواء من فريق الملعب التونسي أو فريق مستقبل سليمان. ومروان الظهري كان في موقع التسلل، المخالفة في تنفيذ علي جمل إلى آليمي سيكيرو، عودة المدافع بسام التريكي يضع الكرة في التماس. انخفض نسق المباراة في الدقائق الأخيرة. أحمد الفزاني يقود هجمة لفريق مستقبل سليمان. التوزيع وحسام بنينة بالرأس يقطع الكرة قبل وصولها للبينيني التيجاني أنان. كرة للليبي علي معتوق، التمرير لبلال آيت مالك وضربة المخالفة لفريق الملعب التونسي. وأيمن الصفيقسي مصدر المحاولة الأخيرة، عمل الترويض، التدخل من حمزة التيفي أمامكم على الصورة والمخالفة لفريق الملعب التونسي. أيمن الصفيقسي سقط على أرضية الميدان، وعامر شوشان احتسب الخطأ والمخالفة اللي باش ينفذها هيكل الشيخاوي المهاري. هيكل الشيخاوي بالساق اليسار، الشيخاوي في تنفيذ ضربة المخالفة داخل منطقة الجزاء سهلة عند المحواشي، لم يجد صعوبة كابيتان المستقبل في إيقاف كرة هيكل الشيخاوي بعد تنفيذها والمخالفة لحارس مرمى مستقبل سليمان. بسام التريكي يغير اتجاه الكرة من اليمين لليسار. عزيز الاشتيوي القصير بالرأس ياخذها مع توق. الكرة الثانية للملعب التونسي، يحاول عصام بن خميس على الجهة اليمنى، يستلم الكرة الشيخاوي، تبادل الكرات بين بن خميس ومعتوق. بن خميس التمرير لهيكل الشيخاوي، الشيخاوي، الشيخاوي يعاود ياخذها عصام بن خميس، يتدخل خميس المعويني. تبقى الهجمة للملعب التونسي بين اثنين يكون ما ثم شيء. عامر شوشان المخالفة يقول لفريق مستقبل سليمان في الكرة الأخيرة كانت لعصام بن خميس، هجمة كانت سريعة، البداية كانت من الليبي علي معتوق، عصام بن خميس وهيكل الشيخاوي، لكن كان حاضر في الكرة الأخيرة. هذه الإعادة للهجمة اللي حكيت عليها بين معتوق وعصام بن خميس انتهت بتدخل، انتهت بتدخل دفاع مستقبل سليمان. هذا عصام بن خميس عمل عديد التجارب في البطولة الفرنسية من بينها لوريون.
واحد من بين الأندية اللي مر بها عصام بن خميس لاعب الملعب التونسي عنده الكرة كما جات إلى أليمية النيجيري. النيجيري يتدخل عزيز بوستة ولكن الكرة الثانية لأليمية للملعب التونسي وتدخل ثاني من مدافع فريق مستقبل سليمان يلعب اليوم في التشكيلة الأساسية على حساب أيمن محمود العائد بعد إصابة موجود على بنك البوتلاء. ومحور دفاع مستقبل سليمان يتكون من عزيز بوستة وحمزة لطيفي وهذا التدخل الأخير والمخالفة لفريق الملعب التونسي في تنفيذ بنينة إلى ديسن بن نصر. بداية الهجمة للملعب التونسي في وسط الميدان العودة المحور الدفاع من ديسم إلى حسام بنينة يغير اتجاه الكرة على الرواق اليسار كرة العليمي عليمي داخل منطقة الجزاء سيكورو هجمة الملعب التونسي تصويبة بعيدة التصويبة بعيدة على مرمى سيف المحواشي تسديدة من أيمن السفيقسي الكرة كانت على الساق اليمين التصويبة داخل منطقة الجزاء المضايقة كانت من خميس المعويني والكرة أخطأت مرمى المحواشي في 36 ثقة لعبة لعادة من أكثر من زاوية بالساق اليمين أخطأ المرمى جناح الملعب التونسي أيمن السفيقسي في 37 ثقة لعب تقريبا في هذا الشوط الأول سيمي دائما التعادل دون أهداف بين الفريقين. بالفعل رفقي وهذه هجمة في الاثنين الملعب التونسي أيمن السفيقسي من اليسار يرفع الكرة يرفع الكرة تمشي من جديد للمستقبل الراضي بسليمان وسامع عياد عزيز الشتي واحد اثنين بن عياد بن عياد اتجاني أنان اتجاني تصلوا الكرة فما من الجهة اليسار أحمد الفزاني لكن يخير التصويب بعيد على مرمى علي الجمل كان بإمكان إن هالفرصة تكون أخطر على مرمى علي الجمل لو مر أمامكم على الصورة البنيني تجيني أنان الكرة لأحمد الفزاني هذه فرصة ضايعة للمستقبل هذه بسليمان وكانت فرصة منذ قليل لأيمن الأسفيقسي من جانب الملعب التونسي ترجع بليل أيت ملك الجزائري لليبي معتوق شيخاوي هيكل الشيخاوي هيكل الشيخاوي هيكل يستحوذ على الكرة الشيخاوي هيكل الشيخاوي فنيات عالية لهذا اللاعب وسط ميدان مهاري هيكل الشيخاوي خمسة تمريرات حاسمة في هذا الموسم على الملعب التونسي بالجانب هدفين في مرمى نادي حمام الأنف وكذلك النادي الإفريقي في دقيقة 94 هنا في مركب النايفر ينبه سيف المحواشي على تأمين الجدار الدفاعي للمستقبل الرياضي بسليمان تنفيذ المخالفة من هيكل الشيخاوي أخصائي الكرات الثابتة في الملعب التونسي نمبر وان في تنفيذ الكرات الثابتة هيكل الشيخاوي هيكل الشيخاوي على يسار المحواشي نفذ الكرة ترجع من عزيز بوستة عزيز بوستة أحمد الفزاني من جديد الشيخاوي تمشي الكرة لبليل أيت مالك يرجع لهيكل الشيخاوي واحدة اثنين بليل أيت مالك توصل له الكرة بليل أيت مالك على اليمين وبن عياد بن عياد يحط الكرة في التماس للملعب التونسي تحسن الأداء تحسن المستوى متاع الزوز فرق الملعب التونسي من جهة والمستقبل الرياضي بسليمان من جهة ثانية علي معتوق لديسم بن نصر ديسم كيف ما جيت طويلة الكرة والمحواشي المحواشي سيف كورتو لكن مخالفة قبل يقول عامر شوشين على الحارس سيف الدين المحواشي إن شاء الله سلامات أيضا زوز ملعبية على أرضية الميدان ملقين سيف المحواشي أمامكم بعد التدخل الأخير لمحاولة الملعب التونسي وكذلك المدافع وفي الأثنين ما يلزمش النقاشات تخرج عن وضعها هاي الإعادة ديسم بن نصر يأخذ الكرة أمامكم قدام أيمن السفيقسي يتدخل سيف المحواشي على إصابة كذلك حمزة التيفي والتدخل إن شاء الله سلامات لأنه سلامة الملعبية قبل كل شيء سيف المحواشي ابن الملعب التونسي والحارس السابق للملعب التونسي ساهم بقسط وافر في الصعود التاريخي للرابطة المحترفة الأولى
كأول مرة بالنسبة للمستقبل الرياضي بسليمان، اللي للأمانة سامي القفصي تحصلت مع النتائج 3 مباريات، 2 انتصارات وهزيمة فقط في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في تطاوين. سيف أيضا سامي القفصي سبق وأنه لعب موسم مع الملعب التونسي، يعود من جديد إلى مركب الهادي النايفر. أمامكم حمزة لطيفي على الصورة، سلامات لحمزة لطيفي مدافع ممتاز في المستقبل الرياضي بسليمان وبثبات وبالأكثر المشاركات مع الفريق، تقريبا ما غابش حتى مباراة حمزة لطيفي سواء في تشكيلة شكر مفتاح المدرب السابق للمستقبل الرياضي بسليمان أو سامي القفصي رفقي. وضربة مرمى لفريق مستقبل سليمان في تنفيذها سيف المحواشي، ونجدد التهاني لمنتخبنا منتخب الواسطة بناء مهر الكنزاري التأهل إلى نهائي كأس العرب المقام في المملكة العربية السعودية، الانتصار برباعية على المنتخب المغربي، ومنتخبنا ينتظر المتأهل من مباراة نصف النهائي الثاني بين المنتخب السنغالي ضيف الدورة والمنتخب المصري. برافو لعناصرنا الوطنية. نعود إلى مباراة ملعب باردو بسام التريكي في تنفيذ رمية التماس لفريق مستقبل سليمان، آخر اللحظات آخر الدقائق في هذا الشوط الأول، دائما التعادل دون أهداف بين الفريقين. كرة لعلي معتوق، يرجع الحارس مرماه علي الجمل، تقريبا 42 ثقة لاعب في هذا الشوط الأول. كرة الأليمي سيكيرو النيجيري ياخذ كورته، صراع مع عزيز بوستة، الغلبة لدفاع مستقبل سليمان. الكرة الثانية تبقى لعصام بن خميس من جانب الملعب التونسي، كرة أي كلام من عصام بن خميس بعيدة كل البعد على مرمى سيف المحواشي، حاول المباغتة ولكن التنفيذ لم يكن بالشكل المطلوب لمتوسط ميدان الملعب التونسي عصام بن خميس. وضربة مرمى في تنفيذها الكابيتان سيف الدين المحواشي المتألق هذا الموسم، تصديات بالجملة للمحواشي مع فريق مستقبل سليمان، حارس الخبرة للمستقبل. رمية التماس يمشي لتنفيذها علاء الويل الظهير الأيسر لفريق مستقبل سليمان، إلى حد الآن دون أهداف. هذه المواجهة الأولى في مسابقة الكاس بين البقلاوة والمستقبل، كرة من بلال ايت مالك إلى أيمن الصفيقسي السريع، النشيط الحركي على الرواق اليسار الصفيقسي إلى هيكل الشيخاوي، فما سيف الدين بن عكرمي ويتدخل دفاع مستقبل سليمان مرة أخرى. الاستحواذ نسبة امتلاك الكرة أكثر الملعب التونسي لكن دون نجاعة في ظل تكتل دفاعي جيد لأبناء سامي القفصي، يترك رأس بقية عامر شوشان، كرة من الليبي علي معتوق، هيكل الشيخاوي علي معتوق وثم المخالف، واضحة ضربة المخالفة، وعامر شوشان هل يستنجد بالانذار في هذه اللقطة أم لا؟ ننتظر القرار من عامر شوشان بعد كرة الأخيرة. الحقيقة التدخل كان عنيف نوعا ما في الكرة الأخيرة في انتظار الإعادة، الصورة موجودة على الوطنية، والتدخل كان من علاء الويل على علي معتوق من زاوية أخرى لتدخل علاء الويل، التدخل كان واضح على الليبي علي معتوق من علاء الويل، حوار بين جلال القادري وعامر شوشان، وغضب جمهور الملعب التونسي على اللقطة الأخيرة. جلال القادري أكيد في حوار مع عامر شوشان، ممكن يطلب الأنذار في الكرة الأخيرة ولكن يستنجد فقط، يتخذ القرار الفني دون اتخاذ القرار الإداري، استعمال الأنذار في الكرة الأخيرة. هذا جلال القادري ونتائج جيدة هذا الموسم منذ قدومه مع الملعب التونسي. المخالفة يمشي لتنفيذها هيكل الشيخاوي، أخصائي تنفيذ الكرة الثابتة بالنسبة للملعب التونسي،
هيكل الشيخاوي فوق العارضة، حبي باغت حبي فاجأ سيف المحواشي، ومرة أخرى الاحتجاجات وغضب الملعبية على حكم المباراة عامر شوشين. كرة عالية من هيكل الشيخاوي خارج الميدان، ضربة المرمى لفريق مستقبل سليمان. تقريبا 45 دقيقة يظل الشوط الأول، ننتظر لوحة الحكم محمود قصيعة كم سيضيف عامر شوشين وقت ضاع. يقوم لباس عزيز بوستة مدافع المستقبل الرياضي بسليمان، كم أضاف عامر شوشين وقت ضاع؟ وإعادة كان الحوار بين وليد الحسني وعزيز بوستة في الكرة الأخيرة. حقيقة لم أشاهد الوقت اللي زادوا عامر شوشين، لم نشاهد لوحة الحكم محمود قصيعة. ثم ثلاثة دقائق زادهم حكم المباراة عامر شوشين. مشكور جدا زميلنا أميرة الزيتوني، حقيقة اللوحة ما فيها شيء، ذولي سامي شاهدها لكن عين أو زوز دقائق عين أمير الزيتوني. مشكور جدا أميرة الزيتوني باش تضربوا معاه موعد في فترة ما بين الشوطين والتحاليل فنية من بعد الفترة الأولى. مباراة الملعب التونسي وفريق مستقبل سليمان، وضربة مخالف عزيز بوستة في التنفيذ. عزيز بوستة اللي كان في حوار في الكرة الأخيرة مع وليد الحسني، كرة العلاء الويلة وسامة بن عياد، بسامة تريكي على الجهة اليمين، تماس لصالح المستقبل الرياضي بسليمان. انخفض كثيرا نسق المباراة، ممكن التفكير أيضا في أنها مباراة كاس نجم تطويل، ينجم التعادل يحسم الأمور في الوقت القانوني الوقت الأصلي، والحساس الإضافية أكيد في البال. لكن ما زالت 45 دقيقة ثانية سامي، لحظات أخيرة في هذا الشوط الأول، دائما التعادل دون أهداف بين الملعب التونسي والمستقبل. أكيد رفقي إلى جانب اللياقة البدنية وتقسيم المجهودات في مباراة الكاس، ممكن حتى التغييرات التكتيكية للمدربين جلال القادري وكذلك سامي القفصي ستكون لها أثر كبير في الشوط الثاني. ممكن ترجع الكرة من جديد، خميس العويني، أحمد الفزيني مع عصام بن خميس. عصام بن خميس والحكم يقول مخالفة للمستقبل الرياضي بسليمان. دقيقة فقط تفصلنا عن نهاية الفترة الأولى، ولا نزال التعادل السلبي هنا في مركب النايفر، صفر مقابل صفر. على الويل يلعب الكرة مع التجاني أنان. التجاني خير ما يمرش للعزيز الشتيوي، ترجع من جديد الكرة ديسن بن نصر لأليمي سيكيرو. أليمي سيكيرو تجارب في البطولة النيجيرية مع لوبي ستارز وكذلك سانشاين النيجيري. أمامكم على الصورة وتدخل على الأليمي سيكيرو من علي الويل، أمامكم على الصورة تدخل واضح، مخالفة ممكن شمشي يتوجه لتنفيذها هيكل الشيخاوي. هل تكون الدقيقة الأخيرة حاسمة من كرة ثابتة بالنسبة للملعب التونسي؟ وقت اللي تكون تنفيذها من هيكل الشيخاوي يتوجه عمر شوشين، ما يلزمش تضيع الوقت من لاعبي المستقبل الرياضي بسليمان. ياخذ الكرة باش ينفذها من مكانها هيكل الشيخاوي، أمامكم على الصورة ممكن المخالفة الأخيرة. هل تأتي الجديد من كرة ثابتة هيكل الشيخاوي ليسار الحارس سيف المحواشي؟ عمر شوشين أمامكم ينبه على الجدار الدفاعي، ما زلنا في انتظار التنفيذ. هيكل الشيخاوي ينفذ الكرة، يمشي لأليمي سكيرو. أليمي والهدف الأول، الهدف الأول للملعب التونسي. قلت خطير هيكل الشيخاوي من الكرة الثابتة، النيجيري يمضي على أول هدفه مع الملعب التونسي. وقت اللي ما جاش رفقي الحل في العمق، جي الحل من كرة ثابتة، النيجيري أليمي سيكيرو الهدف الأول للملعب التونسي. رفقي يفتتح باب التسجيل أليمي سيكيرو النيجيري. هذه الإعادة، الصورة البطيئة لعملية الهدف، تدخل المحواشي، عودة الدفاع والكرة الثانية، الترويض من أليمي ووضع الكرة في شباك سيف الدين المحواشي. آخر لحظات الشوط الأول فيها جديد، هدف أول
للملعب التونسي عن طريق أليمي سيكيرو النيجيري، يمضي الهدف الأول في مباراته، فرحة كبيرة لجمهور الملعب التونسي وتشجيع للاعب النيجيري يستنجد بالأوراق الصفراء على بنك بودلاء الملعب التونسي. عامر شوشان، هذه إعادة للهدف الأول، الترويض ووضع الكرة في الشباك. أليمي سيكيرو على كرة ثابتة، الملعب التونسي نجح في التسجيل. الملعب التونسي اللي تحصل على عديد المخالفات طيلة الفترة الأولى، والكرة الثابتة الأخيرة، المخالفة الأخيرة، حوار بين مسؤول الملعب التونسي الأسعد المغيربي وحكم المباراة. هذا حكم المباراة عامر شوشان اللي يزفر نهاية الفترة الأولى. تقدم الملعب التونسي هدف دون مخابرة، هدف أليمي سيكيرو. العودة إلى أجواء الملاعب بعد قليل مع زميل